احنا بنسعى كوزارة التضامن الاجتماعي ان نضم شراكتنا واصواتنا مع مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، وبحيي الدكتور محمود المتيني والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة على الجهد اللي بتقوم به الجامعات. والجامعات كما نعلم لم تصبح مؤسسات اكاديمية فقط، ولكن مؤسسات تنمية مجتمع. ايضا موجود معنا الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور عاشور العمري، وموجود معنا زميلي الفاضل الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم. فالنهاردة بنقف كشركاء مع بعضنا البعض لنستكمل مسار مصر بلا أمية. وإحنا كوزارة التضامن الاجتماعي كنا أطلقنا محو أمية مليون مواطن ومواطنة تحت مظلة حياة كريمة. النهاردة كنا بنتكلم على أن الأمية وزيادة السكانية هم شبحان يهددان التنمية في مصر، وهم الحقيقة لا يليق بمنظور الدولة الحديثة والحياة الكريمة التي يتصب إليها القيادة السياسية أن تتحقق، أن تكون موجودة بنسبة أمية الحالية، بالذات أن الأمية بتكثر في الريف لنسبة تصل إلى 32%. إحنا بنركز النهاردة على الفئة العمرية من 15 إلى 24 ومن 15 إلى 35 من خلال مناهج عدة. إحنا كتضامن اجتماعي بنهتم بمرحلة مراحل التعليم الأساسي، عشان كده بنشرط على المستفيدين من تكافل أن يكون ملحق بالمدارس. أيضا هناك برنامج تكافؤ الفرص التعليمية الذي وافق عليه السيد الرئيس، والذي إحنا بندفع مصروفات الدراسة عن الأسر غير القادرة، وبنلحق الأطفال ذوي الإعاقة وندفع مصروفاتهم أيضا، وأن نمدهم بأجهزة تعويضية وأجهزة مساعدة. النهاردة أخذنا قرارات مع بعضنا البعض إن إحنا بنركز الجهود في كرة حياة كريمة عشان نمحو أمية المليون مواطن. أيضا أخذنا قرار آخر إن إحنا مكلفات الخدمة العامة التي هيعلموا 10 أطفال هياخدوا الشهادة بتاعة تكليف الخدمة العامة دون أن ياخدوا السنة بأكملها، ولكن شرط أن ينجح 10 أطفال أو 10 كبار اللي هم هيعلموهم. النهاردة تعليم الكبار وصل إلى مرحلة تانية. إحنا بنتكلم على ريادة الأعمال، الابتكار، الإبداع، كل دوت. إحنا محتاجين إن هو ما بنتكلمش على الكبار فقط، بنتكلم على الكبار والصغار. إحنا بنطور في المنظومة بحيث إن هو كل شخص يقدر إن هو من خلال التعليم الجيد إن هو يمارس النشاط بتاعه، يبتدي يفتح لنفسه مشروع، المشروع دوت يقدر يجيب دخل حقيقي ليه، وفي نفس الوقت يساهم في الثورة الصناعية اللي بتحصل في مصر الجديدة، ونقدر ان هو نحقق اهداف التنمية المستدامة اللي هي بتتطابق مع رؤية مصر 2030. في ظل مؤتمر مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، وده مؤتمر سنوي بيعقد كل عام، ويمكن هو المؤتمر الاوحد على مستوى الوطن العربي اللي بيناقش قضايا تعليم وتعلم الكبار. ويمكن من حسن حظنا ان بنتزامن مع تدشين جمهورية جديدة أعلن عنها فخامة الرئيس. الحمد لله عام 2021 مصر تفوز بجائزة اليونسكو العالمية في مجال محو الأمية ما بين 172 دولة على مستوى العالم. ده بكل تأكيد دليل قاطع على أن القيادة السياسية بتدعم حركة تعليم الكبار في مصر، وبخاصة طبعا في المناطق اللي بتزداد فيها نسبة الأمية اللي بنتكلم عنها، اللي هي كرة حياة كريمة اللي بتزداد فيها عدد الفقراء وأيضا الأميين. بكل التأكيد احنا جايين النهارده بنناقش القضية، بنناقش ازاي تعليم الكبار تطور من مجرد مفهوم ضيق للقراءة والكتابة إلى مفهوم واسع من أجل محو الأمية الحضارية ومحو الأمية الاقتصادية، وأيضا التمكين بصفة عامة، التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأميين، لأن بالفعل الأمي ده شخص قدرات معطلة، بكل التأكيد محتاج مننا إن احنا نساعده، مش بس نعلمه القراءه والكتابه، لا كمان ندمجه في مشروعات صغيره في حرف يدويه، وايضا مشروعات متوسطه ومتناهيه الصغر، من اجل طبعا دعم القضايا التنمويه في مصر. المؤتمر بيتناول رياده الاعمال وتعليم الكبار في الوطن العربي، فبيتناول ما هو مفهوم رياده الاعمال وما مفهوم تعليم الكبار وما علاقتهما ببعض فيما يؤدي الى تنميه القدرات والكفاءات في ليس على الوطن العربي فقط ولكن على مستوى قاره افريقيا، وهو دوت محور الورقه البحثيه اللي انا مقدمها في المؤتمر، الرياده بنوعيها الافتراضيه والواقعيه في القاره الافريقيه.